مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. هلا يبا هلا. ما شاء الله عليك، كنت تدريني مسرور. أسدوم أبشركم، دق علي أبو عثمان يقول إن عثمان ولده عجبت البنت وبيملك. ها ايش فيكم ما فرحتوا؟ يبا أنا صليت استخارة وما ارتحت للريال. يبا حتى أنا صليت استخارة وقمت من النوم متعومسة، لا ما ارتحت له. يا يبا الاستخارة مو كذي، مو ارتحت له ولا لا، ولا حلمت حلم ولا ما حلمت ولا مو زين، لا الاستخارة تعني الخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. إذا تيسر الأمر وتم معناها إنه كله خير، وإذا تعطل الأمر وما تم الزواج معناها إنه في شر. وإحساسي يقول إنه في شر. لا ما في إلا كل الخير إن شاء الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لكن أنت بتوترة وخايفة من التجربة، وهذا شيء طبيعي يا يبا، شيء طبيعي. أنا ما تمنيت لك أحسن من عثمان، صدقيني ترتعد معاه بيصونك ويحافظ عليك مثل الجوهرة، وهذا الكلام قال لي. عاد أنا قلت له توكل على الله ونخلي الملكة الجابلة إن شاء الله. ألف مبروك يبا. ليش لعيلة يبا ليش؟ خير البر عاجلة. الله يسعدك يا بنتي ويهنيك ويوفقكم إن شاء الله، ويجعل أموركم كلها خير بخير.